مع مؤسسة بن محفوظ استهدفنا فئة وهي يتسق مع رؤية 2030، وهو منح مزيد من الفرص للقطاع النسائي، وجزء من برنامجنا يتجه إلى تأهيل الحاضنات للعمل في الحضانات في المدارس الأهلية، ويعد أول برنامج على مستوى المملكة متخصص في تأهيل الحاضنات، عبارة عن 50 ساعة تدريبية، وتحصل كل متدربة على شهادة معتمدة للعمل في المدارس الأهلية. وننظر للعمل في الحضانات ليس مجرد العناية، وإنما هو تعليم وتربية في نفس الوقت، وهذا هو صلب البرنامج. احنا في هذا اليوم دشنا أو وقعنا اتفاقية مع مؤسسة سالم محفوظ الخيرية لتقديم الدعم لتنفيذ مراكز ستيم المدرسية في 7 مدارس، 4 في جدة، 3 في جدة و4 في جازان. وهذه المراكز ستقوم على أساس أنه تجهيز قاعات تدريبية للطلاب تركز على تعليم العلوم والتقنية، ويقوم كذلك ونقوم كذلك بتدريب المعلمين لتنفيذ لهذه البرنامج. برنامج سيكون مستمر لمدة سنة. نشعر أن هذا جزء من الواجب المجتمعي أو الاجتماعي الذي تقوم به المؤسسة سالم محفوظ الخيرية، وانتقاء برامج نوعية تشارك فيها وتساهم في بناء هذا الوطن.